بهدف إيجاد حلول للمشكلات التي تعوق مسيرة التنمية في مصر وتوفير مزيد من فرص التدريب والعمل للشباب المصري. جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد شركة IBM العالمية برئاسة السيدة فيرجينيا رومتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم التعاون مع الشركة العالمية التي تتمتع بخبرة طويلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا وجود الإمكانات الواسعة لتعزيز التعاون مع الشركة العالمية، لا سيما وأن مصر تتمتع بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم الذي يحتاج فقط للتوجيه والتدريب ونشر ثقافة المعلوميات لديه. من جانبها أعربت فيرجينيا رومتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العالمية عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرة إلى ما لمسته منذ وصولها للقاهرة من وجود حالة من الاستقرار والأمن، على خلاف ما يتردد بصورة خاطئة في بعض وسائل الإعلام الدولية. وتعهدت بتعظيم تعاونها مع مصر في ظل المشروعات القومية العملاقة التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عزمها مضاعفة عدد موظفيها في مصر والتي تتمتع في تقديرها بإمكانات متميزة للنمو والتقدم. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الوزير مساء الخير. مساء الخير يا فندم لحضرتك والسادة المشاهدين. كيف يساهم زيادة حجم التعاون بين مصر وشركة IBM العالمية في التغلب على المشكلات التي تعوق مسيرة التنمية؟ ما في شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من أهم القطاعات التنافسية اللي بتحقق جذب الاستثمار وكل فرص عمل على المستوى الدولي، وبالتالي وجود النهاردة هذه الزيارة بهذا المستوى في هذه الظروف هو رسالة للعالم أجمع أن مصر في طريقها إلى الاستقرار وجذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي. النهاردة في اللقاءات المتعددة طبعا اللي بدأت مع السيد الرئيس، وطبعا التأكيد لدعم IBM لكل الخطط المستقبلية لمصر في تحديث بنيتها الأساسية أو في المشاريع العملاقة وخلق فرص عمل جديدة. كان في تأكيد أن هم يضعفوا الاستثمارات الموجودة ويضعفوا يعني برضو العاملين في IBM لخدمة مش بس الشرق الأوسط وأفريقيا بل لخدمة جميع بلدان العالم، حيث أن شركة IBM بتعمل في 170 دولة طبعا، وبالتالي ده أعتقد رسالة هامة جدا جدا، رسالة تبعث إلى الثقة والطمأنينة، وفي نفس الوقت تؤكد التزام الشركة ب يعني تأكيد الدعم الكامل لكل الخطط وكل ما تم مناقشته سواء مع السيد الرئيس أو في لقائنا مع 7 وزراء اليوم أو في الفعالية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وبالتالي كيف تساهم هذه يعني الشركة العالمية في توفير فرص للتدريب والعمل للشباب المصري في مختلف المجالات التكنولوجية؟ احنا النهارده كان في تعاقد مع السيد الرئيس انهم عندهم 1500 موظف ومحترف في قطاع التكنولوجيا المعلومات، سيتم مضاعفه هذا العدد في العام القادم وهيبدأ على طول خطه التنفيذ. النهارده افتتحوا مركز اقليمي جديد يخدم 72 دوله افريقيه وفي الشرق الاوسط، وبداوا يدعموا يعني هذا المركز بالكفاءات والشباب المصري. من ضمن الحاجات اللي اتفقنا عليها والاليات التدريب على التكنولوجيات الحديثه وبالذات في مجال النانو تكنولوجي اللي هو مرتبط بقطاعين من اهم القطاعات، سواء قطاع المياه وتحليه المياه وتبريدها باستخدام تكنولوجيا النانو او بالطاقه الجديده والمتجدده، وبالتالي ده برضو مجال جديد جدا سيتم ان شاء الله التعاون فيه حتى ان احنا نقدر نحقق الخطط المستقبليه في خدمه قطاعات المجتمع بما فيها القطاعات الكهرباء وقطاعات المياه. وهناك التزام بقطاع العمل سويا في قطاعات اخرى، لان زي ما نعلم النهارده ان احنا لتحقيق
أمل مصر في خلق النهارده مصر الحديثة التي نتمناها جديدة لنا. في شك أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الركن الأساسي في توفير هذه النهضة وتحديث مجتمعنا وتنميته في كل المجالات. وبالتالي سيادة الوزير، هذه الإسهامات يمكن أن تنعكس على ما يمكن أن تقدمه شركة اي بي ام العالمية لدعم المشاريع الكبرى التي تدشنها مصر، ومنها مشروع قناة السويس. مظبوط يا فندم، لأن برضه هذا الموضوع تم مناقشته، واحنا يمكن احنا دلوقتي كفاعلية موجودة معنا شركة اي بي ام، وموجود معنا المختصين والقائمين على مشروع قناة السويس، وموجود معنا المختصين من الوزارة والقطاعات العاملة، وبالتالي في بحث مستمر ويعني على أوجه متعددة حتى يمكن ان احنا نفعل يعني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المشروع اللي بيمثل برضو امل كبير لاجيالنا القادمه. لان مشروع قناه السويس هو في المنطقه بيعتبر اكبر منطقه لوجستيه في العالم، ما فيش شك بنتنافس مع مواني عالميه زي سنغافور وزي جبل علي وزي روتردام، فلازم يبقى احنا عندنا البنيه الاساسيه الحديثه التي تستطيع تقديم خدمات بالسرعه والكفاءه اللي تخلينا نتنافس مع هذه الموانئ العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات، وفي النهاية طبعا تحقيق يعني فرص عمل والمساهمة في نمو الناتج القومي. المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا.